بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآخرة هنا ليست ما بعد القيامة والحياة بعد الموت عموما، والله أعلم، بل هنا الآخرة تعود على الحياة الدنيا التي فيها جزء ظاهر من الحياة الدنيا وجزء آخر مخفي عنها كثير من الناس، والله أعلم. فصل في قوله الله تعالى، في قول الله تعالى في سورة يونس الآية 39: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. العلوم مثل الكريبتوزولوجيا الذي يختص بالكائنات البيولوجية الغريبة والنادرة، والأوفولوجيا الذي يختص بالأطباق الطائرة وسكان الفضاء وعمليات الاختطاف وغيره من المشاهدات والتسريبات السرية توب سكري. في التعامل مع هذه الكينونات والتبادل المعارف والتكنولوجيا مقابل المواد الأولية من الذهب والفضة والزنك والكروم النقي والدي ان اي البشري والتعتيم الاعلامي على وجود مثل هذه المجتمعات في الكواكب الاخرى وتحت الارض في جوف الارض. وكذلك من الناس من يكذب بالايات القرانيه الكريمه التي تثبت وجود هذه الهويات، او على الاقل يقول هذا ليس هو المراد منها، والاحاديث النبويه في السنه النبويه والتي يقوي بعضها بعضا، أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والقضاة والمؤرخين والمستكشفين المسلمين، التقارير التاريخية التي حولت إلى أساطير وخرافات وجاء ذكرها في النثر والشعر عند العرب، والتي لها أصل وليس من الخيال كما يشاع عنها، التمثيل بالحيوانات والفظائع المرتكبة في الطبيعة وخلخلة توازن الأرض لميركابة وخلخلة توازن الكون بفتح الأبواب السماوية عنوة بشكل عنيف وخلق العوالم العشوائية المختلطة، اختطاف الطائرات بمن فيها، إسقاط الطائرات وقتل من فيها، إسقاط الأقمار الصناعية وتدميرها، إغراق البارجات البحرية وتقديمها هدية للشياطين، مهاجمة إسقاط الأقمار الصناعية وتدميرها ومهاجمة الرحلات الاستكشافية إلى المريخ وإلى القمر وغيره، وحتى التي هي نازلة إلى جوف الأرض تهاجم، المعاهدات السرية بين الحكومات الأرض وهذه الهويات، التكنولوجيا والأسلحة الجديدة المايكروويف والمايكرويف وسلاح تخفي المادة المضادة والنووي، تقنية المضادة للجاذبية الليزر، النانو تكنولوجي، الاستنساخ الجينوم، التهجين، السفر عبر الزمن عبر البوابات الموازية، الأدلة البيولوجية والحفريات والهياكل العظمية والمومياءات والجثث والتشريحات، الزمان والمكان والمجرات والسماوات السبع والأراضي السبع والشمس والشمس الحارة والشمس الباردة والشمس السوداء والثقوب السوداء والنيازك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآخرة هنا ليست ما بعد القيامة والحياة بعد الموت عموما، والله أعلم، بل هنا الآخرة تعود على الحياة الدنيا التي فيها جزء ظاهر من الحياة الدنيا وجزء آخر مخفي عنها كثير من الناس، والله أعلم. فصل في قوله الله تعالى، في قول الله تعالى في سورة يونس الآية 39: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. العلوم مثل الكريبتوزولوجيا الذي يختص بالكائنات البيولوجية الغريبة والنادرة، والأوفولوجيا الذي يختص بالأطباق الطائرة وسكان الفضاء وعمليات الاختطاف وغيره من المشاهدات والتسريبات السرية توب سكري.
في التعامل مع هذه الكينونات والتبادل المعارف والتكنولوجيا مقابل المواد الأولية من الذهب والفضة والزنك والكروم النقي والDNA البشري والتعتيم الإعلامي على وجود